مسافي مطرحك عن مطرحي. إن حساب عمرك كل يوم بينمحي مثل الغثي فوق الخد وما صحي. كنت الوعود إن الصبايا تنوحي واليوم أخبر السوالف ملتحي. بعدك بتغمز عين وبتعطي وعود يما صرت من عين ابنك تستحي. لما على قلب الشروط بيوصلوا لا شرطك ولا شرط ابني بيقبلوا. ابني بيورث رزق بيو منزلوا لكن من الحلوين ورثي ما إلو. الشروط بيوصلوا لا شرطك ولا شرط ابني بيقبلوا. ابني بيورث رزق بيو منزلوا لكن من الحلوين ورثي ما إلو. ولو شبت شيبي كرم والكرم اسألوا ما بينحرق مهما الفصول تبدلوا. مهما الخريف ينشف حبوب العنب بيضل في بعرونها طعمة حلو. والكرم اسألوا ما بينحرج مهما الفصول تبدلوا. مهما الخريف ينشف حبوب العين بيضل ابنك بطرحة سمعك بتقول تعشت وديت والحلو اجبرني بخاطر شايبتي وخدني معاك. لو ابنك بفرحة سمعك بتقول تعاشت وتاكل حلو اجبرني بخاطر شايبتي وخدني معك.
قصور هارون الرشيد. هارون الرشيد تصرت أعرف كل بسمي من بعيد إن كان فيها جمر أو فيها جليد. ومن كرم عنقت كل موسم شي جديد تما ولادي يدرسوا بعدي أكيد. وفرتهم من زمان لحقت عجرن المعصرة شربت نبيل. Thank you.
لكم شراب. انتو عين مس خطيت صفحة مسطرة ما بتعرف ترش عكواع مكسرة. مشامير الهوى والكفترة بيمشي الصبا قدام وبتمشي ورا. كل الخمر للشب مش للخطيرة والله ما يبليك برا للمرمرة. تقعد تمرمر فيك تقري واقصري وتحرم تمرق عدر الدبور مهما الزرق تطش الدني ما بتمنعه يلب الجيران ويبتني. دبور مهما الزرق تطش الدني ما بتمنعه يلب الجيران ويغتني. حبيت بالستاش وهم وغشمني، حبيت بالعشرين طيش وجهلني. ولمصارت حبوب السنابل تنحني صار القمح اطيب عدرس المطحني. وان كنت ما بدك ورائم تشرني وحبيت ترجع للصبا والولدني. من زوجتك ومن زوجك عابر 16 سنة. حبيت بال16 غشمني وحبيت بال20 طيش وجهلني. ولمصارت حبوب السنابل تنحني صار القمح اطيب عدرس المطحني. ان كنت بتحب الصبا والولدني لتهدني صارت ورائم تشردي. شيخي طلقك من زوجتك وزوجك عامل 16 سنة. وسمك عليها وطمها. ولو بنت 16 سنة معكمها شنكت زواجي بدوب اخد تمها. خيو يا محلاها الصبية يضمها اللي مش بايستها غير شف امها. بطيارة 50 مبروك عليك مرات سنت فيك مرات. Yeah.
Yeah.
ابن الرجال مضج عنه استوى مر مشيد التلج والعتم ينار من قيمته قد من هاتيا بالقوى وسكر عليها القلب والماضي طار مشيت بموجة ما الوصيب تمروى الحب سوا بنعمل بيجنوا سوا بتسهر على رشالها من تدرك وتينام وتشم الهوى آخ يا صغير مش مطعوج من خصر التوى اسأل مجرب قد ما هاوي هوى بمر العطش ما حس إلا المرتوى وبالجمر ما بيحس إلا اللي انكوى الابن كبير الشام مضج عنه استوى مر مشيب التلج والعتم ضوى سوا بلا عقل بيجن سوا طلعت بنت أصل ورفيعة مستوى رجالها بيمرض بتسقيه الدوا هيدي مرا بتسهر على رجالها ما بتدرك وتينا ونشم الهوى بيكون منه بموضعه ونضر فيه إن كان بدنا ننفعه لما العمل بيكون منه بموضعه ونضر فيه إن كان بدنا ننفعه ولو قال بنت السبع طعش بنجمعه بخيار سبعا بفتكر عن نخدعه بالبين لو ردت برادي مخدعوا تعيونها عالدرب ما يتطلعوا بتضل تتخايل وجوه بيلمعوا وجه المجاور حتى ما بتقشعوا وشو بتنفعوا سهراتها لما تفوت هي معه تفكيرها منو معه تجمعوا بخديار سبعا بفتكر عم تخدعوا
بالبيت لو ردت برادي مخدعوا تعيونها عالدرب ما يتطلعوا يتضلوا تتخيل وجوه بيلمعوا والجنب جعبت حدها ما بتقشعوا وشو بتدفعوا سهراتها لما تكون هي معو تفكيرها بيقولوا امبارح الزوج المصاري
الثاني ولو ما على الامان كل عشنا ما تزوج حدا منا بحياته. نشرح مين هو